طاهر، بمسألة الانشقاقات، كيف تتابعون حالات الانشقاق من المؤسسة العسكرية سيد طاهر؟ الأمر مهم، وإحنا خلال هذه الشهرين شاهدنا كثير من الغادة للحرس وحتى الجيش، وحتى هناك حصلت اعتقالات لمن أعلنوا بشكل علني انشقاقهم من ضباط الجيش وحكموا عليهم بالإعدام من المؤسسة القضائية للعسكر، ولكن هي تتوسع، وهذا هو جوهر الثورات عندما تصبح انشقاقات بصفوف أهم مؤسسة للنظام إن كان بالجيش أو بالحرس. هذا يعطي نبتة جديدة وانتصار جديد لكل ثورة ولكل انتفاضة. هذا نحن يعني نرجع لثورة 79 عندما بعد أن انشق أشخاص من هذا الفيلق أو من هذا المجموع العسكري، بعدها بأسابيع قليلة أسبوع أسبوعين انشقت مراكز والتحقت بالثورة. يعني وأنا لدي شاهد عيني، يعني أحد أولاد عمومتي آنذاك كان بالجندية، أتى هو وملابسه، ها قال والله المعسكر كله انتمى للثورة. فهي مرحلة من مراحل الانتصار، التحاق العمال والتحاق الأسواق والتحاق المصانع، وهذه الانشقاقات إن شاء الله ستلتحق بها انشقاقات بالمعسكرات، وهذا هي يعني تقرب الثورة للانتصار إن شاء الله. طيب سيد طاهر، هنا السيد مكرم طرح مسألة أيضا هامة، ألا وهي أن يعني قائد فوج أو لواء أو مسؤول عن فرع معين يكون من أصول عربية أحوازية مثلا، فينشق تعاطفا مع أهله في الأحواز أو في منطقة أخرى أو من عرق آخر، هل هذا يحدث بالفعل؟ نعم نعم بالتأكيد، وأنا أشرت للموضوع في بداية حديثي. هناك لدينا أحد جنرالات أو ضباط برتبة عقيد أحوازي وصلت رسالته ومستندة بأوراقه الرسمية باسم أبو كفاح. نعم. والفيديو موجود، وهذا يحدث في مناطق أخرى بعرقيات أخرى؟ بالتأكيد، هناك طبعا بسبب الظروف القائمة الأمنية الصعبة كثير من الضباط إن كان في بلوشستان أو كردستان أو حتى أتراك أذربيجان انشقوا، والآن هم بالانتفاضة، وحتى لدينا في الأحواز هذا الأمر موجود، وأؤكد لكم والفيديو موجود بالصوت وأيضا الصورة للأوراق والمستندات للرتب لهذا الضابط العقيد بالحرس الثوري، وهو من أبناء الأحواز وتحت عنوان أبو كفاح المنشق، ودعا كل منتسبي القوات الأمنية. كيف السلطات كيف تتعامل مع المنشقين؟ هذا أنا طبعا لدينا وموجود وسرد ونشر بالمواقع الرسمية. أحد ضباط الحرس أو الجيش قبل 3 أسابيع انشق وأعلنت عنه القنوات وشاهدها الجميع، بعدها اعتقل وصدر عليه حكم الإعدام. ولكن الشعوب مثل ما يعني بالتجربة شاهدنا، كل ما هذا النظام يقوم بالقمع والقتل والإجرام، الشعوب تزود من حضورها بالشارع، والضباط تكشف لهم حقيقة هذا النظام، أن النظام نظام دامي، نظام إجرامي، كان يضحك على الجميع بشعاراته المذهبية وشعاراته الدينية والوطنية، ولكن ثبت لهم أن هذا النظام لا يخدمهم، والخلاص منه اليوم قبل بكرة هو أفضل للجميع.